كل البشر لها تجارب، وتجاربنا البشرية فردية وذات خصوصية. أنا ما أقدرش أجرب أو أعيش نفس تجاربك، والعكس صحيح. قد يكون عندي تجارب مشابهة لكنها ما زالت تجاربي الشخصية. على سبيل المثال، أنا بعيش تجربة إدراك المعاني اللي بتحملها الجملة دي، وإنت كمان غالبا ما بتعيش تجربة مشابهة حاليا، إلا إن في الغالب تجربتي أنا وإنت مختلفتين حتى وإن كانتا حول نفس الشيء. لكن في نوع تاني من التجارب لا أنا ولا إنت هنقدر نستوعبه. بعض التجارب دي دينية، بعضها روحية، وبعضها ميتافيزيقية. لكن على وجه التحديد، إيه هي التجربة الدينية؟ بشكل عام، التجربة الدينية religious experience بتشير لتجربة المقدس داخل الإطار الديني، بما في ذلك المشاعر والرؤى الدينية والتجارب الروحانية. التجربة الدينية عادة ما بتكون حالة فردية خاصة جدا، وغالبا ما بتحدث في إطار الشعائر الدينية زي الصلاة، التأملات، الاعتكاف، الخلوة، التعبد، الإنشاد وغيرها من الشعائر الدينية، اللي بيكون مكانها في معظم الوقت مكان العبادة المقدس زي المعبد، الكنيسة أو المسجد. لكن التجربة الدينية تم رصدها في مواقف وأماكن تانية. الفيزيائي والمؤرخ الإيراني الأصل موجان مؤمن في كتابه الغني ظاهرة الدين نهج موضوعي The Phenomena of Religion A Thematic Approach اللي نشره سنة 1999 حدد ثلاث خواص عامة مشتركة في جميع التجارب الدينية. 1. العموم والكونية Universality. التجارب الدينية تجارب كونية عامة. التجارب والإحصائيات بتأكد أن نسبة غير قليلة من الجنس البشري الماضي والحاضر بتمر بتجارب دينية خلال حياتها، بما في ذلك المجتمعات العلمانية. 2. التعددية diversity. في تنوع كبير في التجارب الدينية، وكل تجربة بصورة أو أخرى خاصة ومتفردة لصاحبها، في حين أن في تشابه بين التجارب الدينية خصوصا داخل إطار منظومة دينية واحدة، إلا أن في تعدد وتنوع لصور التجارب الدينية باختلاف المنظومة الدينية والثقافة الحاوية لها. 3. الأهمية importance. أثر التجربة الدينية مهم، فريد وجذري، وعادة ما بيكون له آثار تحولية أو توجيهية في حياة الفرد. بعدها بيعيد الفرد النظر في رؤيته الحياتية، وقد يصل الأمر لاعتناق رؤية كونية جديدة في بعض الحالات. الفيلسوف الإنجليزي ريتشارد سواينبيرن في كتابه المهم الإيمان والعقل Faith and Reason اللي نشره سنة 1981 صاغ 5 تصنيفات رئيسية بتندرج تحتها كل التجارب الدينية. 1. تجربة عامة Public. فيها الفرد بيشوف عمل الله في الطبيعة بالرغم من وجود تفسيرات طبيعية أخرى زي غروب الشمس مثلا. 2. تجربة عامة بيمر فيها الفرد بحدث خارق لقوانين الطبيعة زي مثلا السفر في الزمن أو الانتقال اللحظي إلى آخره. 3. تجربة خاصة private. من الممكن وصفها من خلال اللغات الطبيعية زي مثلا رؤية الرموز الدينية في كتير من الأديان إنهم بيصعدوا للسماء أو بيقابلوا سيادة دينية هامة داخل عقيدتهم. 4. تجربة خاصة غير قابلة للوصف من خلال اللغات الطبيعية. عادة ما بتكون تجربة صوفية بيعجز الفرد عن وصفها، وإن تم وصفها بتكون الكلمات غريبة وغير مفهومة أقرب للطلاسم، زي مثلا كلمات الشيخ محمد بن عبد الجبار النفري أحد أعلام التصوف الإسلامي في أشهر كتبه العمل الخالد المواقف والمخاطبات اللي بيقول فيه أوقفني في القرب وقال قربك لا هو بعدك وبعدك لا هو قربك وأنا القريب البعيد قربا هو البعد وبعدا هو القرب. أنصحك بقراءة مواقف ومخاطبات النفري البديعة في أقرب فرصة إن ما كنتش قريتها لسه، واللي حنرجع نناقشها بتفصيل أكبر
في حلقات سلسلة فلسفة التصوف Mystical Philosophy. 5 وأخيرا تجربة خاصة غير محددة المعالم بيشعر فيها الإنسان بعمل الله وتأثيره في حياته الشخصية. بالإضافة للتصنيفات 5 سوينبيرن اقترح مبدئين أساسيين لتقييم التجربة الدينية: مبدأ العقلانية Principle of Credulity اللي بيقول في ظل غياب أي أسباب لعدم التصديق الفرد مبرر في قبول الاعتقاد فيما يراه صحيح. بمعنى لو كنت شايف دلوقتي فرد ماشي على المية قدامك إذن أنت مبرر في الاعتقاد فيما تراه. المبدأ الثاني هو مبدأ الشهادة Principle of Testimony اللي بيقول في ظل غياب أي سبب لعدم التصديق الفرد مبرر في قبول شهادة عيان المؤمنين عن التجربة الدينية طالما إنهم قبلوا الشهادة بصدقها. المفكر الألماني رودولف أوتو جادل في كتابه المهم فكرة المقدس The Idea of the Holy اللي نشره سنة 1923 إن في عامل واحد مشترك بين جميع التجارب الدينية بغض النظر عن خلفيتها الدينية الثقافية أو التاريخية، وأطلق على العامل ده نومينوس وحدد له جانبين أساسيين: الأول الغموض Mysterium Tremendum اللي بتميل فيه التجربة ناحية الخوف من المجهول، والتاني هو جانب الإنجذاب للمجهول، التجربة بتميل لجذب وتشويق تجاه المجهول والغامض. وأضاف إن العامل المشترك ده هو ببساطة عادة ما بيوصف على إنه الإحساس بحضور كائن أعظم وقت التجربة. وكتير من التجارب الدينية المدونة بيقر فيها الأفراد بنفس النوع ده من التجارب، أي الإحساس بوجود شيء ذو قدرة أكبر وأعظم في محطهم لكنهم مازالوا منفصلين عن هذا الكائن. أوتو كمان أضاف إن في شرط أساسي آخر لتحقق التجربة الدينية الحقيقية، وهو الإحساس إنها خارج إطار العالم الطبيعي أو المألوف، بصورة تانية خارقة للطبيعة.